ندعوكم للانضمام إلى قناة وصفة سحرية بالضغط على زر الاشتراك الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم جديد الفيديوهات بمجرد وضعها في القناة. ولا تنسوا دعمنا بلايك إذا أعجبكم الفيديو والشير لإفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكل متابعي قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة جيدة. وصفة جديدة على قناتي وفيديو جديد، أقدم بإذن الله وصفة فعالة لتبييض اليدين وإزالة السواد منهما، تفتح وتقشر اليدين وتعطي نضارة لهما. لكي تحصلوا على يدين ناعمتين وبيضاء، يجب دائما أن تعملوا تقشير لجلد اليدين لكي تزيلوا كل الخلايا الميتة المتراكمة التي تسبب عفوا السواد. المقشر ضروري في التبييض، قبل عمل أي ماسك مبيض اعملوا تقشير ولو مرة واحدة في الأسبوع. والآن سوف نبدأ لتحضير الوصفة، سأقدم وصفتين، الأولى عبارة عن مقشر والثانية ماسك مبيض ووصفة مبيضة بدرجة أولى. لتحضير الوصفة الأولى وهي المقشر، سوف نحتاج إلى مكونات طبيعية ومن المطبخ. سوف نحتاج أولا إلى مبشور جوز الهند، يسمى أيضا بالكوك في المغرب، يكون بهذا الشكل، هو يستعمل للحلوى. وسوف نحتاج إلى العسل، نحتاج أيضا إلى قشر الليمون، مبشور قشر الليمون هو فعال في التبييض. الآن سوف نمر لطريقة التحضير. كما قلت، نأخذ تقريبا ملعقتين من مبشور جوز الهند، نضيف إليهما مقدار من العسل، مقدار ملعقتين، الكمية التي سوف تخلط لنا مبشور جوز الهند. الآن سوف نقوم ببشر واستخراج قشر الليمون. سوف نخلط كل المكونات جيدا. سوف نضيف أيضا بعض قطرات الليمون الحامض. ثم سوف نخلط. وهذا هو المقشر، يكون بهذا الشكل. الآن سوف نمر لتحضير الوصفة الثانية وهي الماسك الذي سوف نضعه على اليدين. المرجو الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. ونحتاج لتحضير هذه الوصفة المبيضة التي سوف نستعمل بعد المقشر، سوف نحتاج إلى الخيار، ونحتاج إلى حبة من الطماطم، أيضا سوف نحتاج إلى الجيلاتين باودر، وهي تباع عند بائع لوازم الحلوى، طبعا تستعمل في الحلويات، تكون على شكل بودرة بهذا الشكل. إذن أول ما سوف نقوم به هو استخراج عصير الطماطم مع عصير الخيار. سوف نستعمل مبشرة لكي نقوم باستخراج، كما قلت، عصير الطماطم مع الخيار.
إذن بعدما استخرجنا كما شاهدتم عصير الطماطم مع عصير الخيار، كما قلت مسبقا نحتاج إلى الجيلاتين باودر. سوف نبدأ بتحضير الوصفة. سوف نضيف تقريبا ملعقة كبيرة من عصير الطماطم، نضيف إليها ملعقة كبيرة أيضا من عصير الخيار، ثم سوف نضيف الجيلاتين باودر ملعقة كبيرة أيضا، ونخلط جيدا ثم سوف نضع هذه الخلطة في الميكروويف حتى يذوب الجيلاتين كليا، ويمكنكم أيضا وضعها في مياه تكون ساخنة ومع التحريك حتى يذوب الجيلاتين كليا مع عصير الطماطم والخيار. إذن بعدما يذوب يصبح بهذا الشكل. الآن سوف نمر لتطبيق الوصفتين، المقشر وهذا الماسك المبيض. نأخذ المقشر الذي صنعناه قبل قليل ونقوم بوضعه على اليدين بهذا الشكل. تقومون بالفرك مدة 5 دقائق. بعدها سوف نزيل هذا المقشر بالمياه طبعا. طبعا بعد إزالة المقشر الآن سوف نضع ماسك التبييض الذي صنعناه طبعا. سوف تحتاجون إلى فرشاة لتطبيق الماسك بسهولة. طبعا توزعونه جيدا على كامل اليد بطبقة رقيقة، لا تكتروا الوصفة كثيرا. وتتركونها حتى تجف تماما ويجف هذا الجيلاتين على اليدين. إذن بعدما جفت الوصفة تماما الآن سوف نقوم بتقشيرها. إذن كانت هذه هي وصفة اليوم السحرية لتبييض اليدين، المقشر والوصفة المبيضة. داوموا عليهما فهما فعالتين هاتين الوصفتين، وسوف تلاحظون تبييض رائع، وكذلك المقشر فهو ضروري قبل أي وصفة تبييض. لا تنسوا ترطيب اليدين ووضع مرطب بعد غسل اليدين، بهذه الطريقة تحافظون على بياض ونعومة يديكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط لايك للتشجيع والشير، اعملوا مشاركة للفيديو مع صديقاتكم، وإلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله.